هذا شاب متبرع تعود أن يقصد مصلحة حقن الدم بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية مصطفى باشا. تفضل مليكا. على خلاف الوافدين هنا قبله، لن يضطر للانتظار مطولا أو التقيد بالطابور الطويل، كونه ببساطة قد حجز مسبقا موعدا عبر التطبيق الإلكتروني الجديد للمصلحة. البارح في الفيسبوك هذا نشوف الفيسبوك حتى طلعت لي الابليكاسيون تاع دونسون سي اش يو مصطفى، يافي بوسيبيليتي باش واحد يماركي بار انترنت. سجلنا عطاونا رونديفو، خيرتو انا بنفسي يعني الوقت يساعدك وتجي لهنا تنحي تربح الوقت جوز رابيدمون، عندك الوقت تاعك اللي تنحي فيه انت تخيرو، يعني غير تجي جوز ديريكت. التطبيق الاول من نوعه وطنيا وحتى مغاربيا، يهدف الى استقطاب جيل جديد من المتبرعين النظاميين من خلال توفير مواعيد مسبقه تتماشى مع اوقات فراغهم، وتمكنهم في نفس الوقت من الاطلاع على نتائج تحاليلهم عن بعد. احنا هنا في مصطفى باشا قمنا بوضع تحت تصرف المتبرعين بالدم منصه الكترونيه، بلاتفورم الكترونيك اكسيسيبل فاسيل اكسيسيبل في لي ريزو سوسيو. ندخلوا دون لا باج فيسبوك دون 200 سي اش مصطفى، تبرع بالدم مصطفى باشا، و اون فا كليكي سو لو بوتون اخذ موعد حسب المتاح، حسب لي رونديفو اللي كاين، وحسب واش يساعد المتبرع بالدم. وكذلك تسمح بمعاينه التحاليل، تسمى لا كونسلتاسيون دي ريزولتا ا ديستانس. وبقدر ما يضمن التطبيق الجديد المزيد من التنظيم لعمليات التبرع، فان هذه التجربه من شانها ضمان المزيد من الخصوصيه للمرضى والقضاء على بعض السلوكات التي قد تصاحب الحملات الخيريه لجمع الدم. لو دوزيام افونتاج سي افون توست ان افونتاج ايتيك، ايتيك انه المتبرع بالدم البيانات نتاعو ولا رقم الهاتف نتاعو ما يكون الا عند مركز حقن الدم و افيك دي بيرسون ابيليتي، كل واحد بالو مود باس تاعو لا سيسيون تاعو، ماشي كيما نشوفو في بعض الصفحات يعني حابين يعاونوا حابين يديروا الخير يعني يدعموا التبرع بالدم، لكن نشوفو صور تاع مرضى، نشوفو اسماء، نشوفو ارقام هواتف. الأرضية الرقمية تتيح إمكانية توفير رمز خاص لشركاء مركز حقن الدم الناشطين في مجال التحسيس بأهمية التبرع، مما يسمح بتقييم جهود كل هيئة تنشط في المجال وخلق جو تنافسي بين المؤثرين الفاعلين عبر الفضاء الافتراضي لاستقطاب أكبر عدد من المتبرعين.